عارف ان انا هقوله لكم ده مش اطمئن حاجه بس شكلها كده ما فيهاش حل. الاسبوع قرب يخلص ومفيش عادي يعني. يا سلام كانها شغلانه وخلصت زي اي شغلانه غيرها. مش هنموت يعني خلاص. طب والشركه لما تقفل يا اس اس احنا هنروح فين؟ انت يا عسل هترجع هنا تاني شركتك وبيتك ومطرحك، وهنجيب لك العسل اللي جنبك ده عشان يشتغل معانا، عشان عارفه ان ده هيبسطك يعني. الراجل ده انا اصلا من ساعه ما شفته وانا مش مرتاحه له ابدا. يا ريتني مشيت ورا قلبي. يا ريتني يا اس اس لو جينا اشتغلنا هنا عمرنا ما هناخد فلوس زي اللي كنا بناخدها هناك. يا ولا يا ولا، وانت يا واد مولود بقى والدولارات بتنقط من بقك طن ايه في يا حبيبي؟ ما كلنا جايبينها من تحت وطالعين السلم واحده واحده، ما عدا انت يا باشا طبعا انت نازل لنا من فوق واتقابلنا في الدور الثالث. يا عيال اضحكوا بقى، ايه الاكتئاب اللي انتوا فيه ده؟ فكرتوني لما الترند بتاع البطاطس اتاخد مني، بس بعدها على طول ربنا كرمني بقى ايه بالترند بتاع صوابع ساميه وولعت معايا. ايه ده؟ هو صوابعك دي صوابع ساميه؟ اه انت كل ده مش عارف؟ طب والناس اللي معانا هيروحوا فين؟ وانا مالي بالناس اللي معانا وانا خلفتهم ونسيتهم؟ ما كل واحد يشوف حياته. وفراوله؟ الفراوله دي بقى بالذات اللي بجد طالعه من عيني. البنت دي انا كنت شايفه لها حته ترند هيكسر الدنيا، بس كنت صابره عليها لما تستوي، لكن للاسف ملهاش نصيب فيه. يلا على رأي المثل، إن جالك الطوفان حط فراولة تحت رجلك وفعصها. من أسبوع كلنا كنا بنحسدها، دلوقتي محدش فينا يتمنى يتحط مكانها. I feel bad for her. بيبي لا متكلمش من الحتة دي بليز. بت بقولك إيه، هو محني يعني إيه بالإنجليزي؟ كرنش. أنت كرنش يالا؟ لا هدهد. طب ولما أنت هدهد ما تنشف كده في إيه؟ الله أموت وأعرف بتوقعيهم إزاي. انا مش همشي من هنا غير لما ترجعوا لي فلوسي، ولو ما خدتش حاجتي انا هكلم البوليس. جرى ايه يا فندم؟ كل ده عشان اسبوع تاخير؟ عدى اسبوع والويب سايت مش شغال، قلنا لكم ان السيستم كان واقع، بس احنا بنرد على التليفونات عادي. بالظبط احنا بنرد على التليفونات عادي، ممكن افهم حضراتكم بتزعقوا ليه؟ ما هو اللي بيحصل ده مش طبيعي على فكره. هو ايه اللي مش طبيعي؟ عدى اسبوع ما استلمناش الاوردرات، واحنا مش بنلاقي فلوسنا في الارض عشان يضحك علينا. حضرتك دافعه كام؟ 9000 جنيه. هتاخديهم بكره. والاحجار؟ يا جماعه انا معلش مش فاهمه انتوا عاملين ازعارينا ليه؟ شفتونا مثلا غيرنا مقر الشركه؟ لا ما بنردش على تليفوناتكم. لا انا شخصيا بعت مسجات لكل واحد فيكم وقلت لكم ان دي ظروف السوق. احنا ملناش دعوه بظروف السوق على فكره، ودي سوء اخلاق من حضرتك. حضرتك بالذات هتاخد فلوسك وملكش بضاعه. مين تاني عايز ياخد فلوسه؟ سحبتوا كل الطاقه الايجابيه من المكان. اسبوع واحد وهاجي على فكره. لازم نزعق يعني؟ بكمل اول.